معروف أمريكا ماذا تريد من المنطقة، تريد امدادات الغاز وتأمين مصالحها. ماذا ستكسب المنطقة براغماتيا؟ أحسنت، هو هذا اللي احنا نتحدث عنه، بعد المنفعة. شوف الآن في تقديري أنه معايير الأيديولوجية بدأت تنحسر بشكل كبير جدا، ودليلي في ذلك هو التوافق الذي حصل في أقطاب المعادلة إقليميا. المملكة العربية السعودية ذات البعد السني تلتقي مع إيران ذات البعد الشيعي. وبالمناسبة عندما نتحدث عن إيران، احنا نتحدث عن أسس آسف ومبادئ السياسة الخارجية الإيرانية تقوم على المصلحة والقوة والحكمة، يعني المصلحة مقدمة، أي بمعنى البراغماتية هي متبنى أساسي في رؤى والتوجهات وتنظير إيران، ولكن مقرونة بالقوة والقوة مقترنة بالحكمة، يعني لا تستخدم القوة إلا إذا كانت القوة تتخادم والمصلحة العليا. فالآن تدرك إيران أنها في حالة صدام مع الإرادة الدولية، وبالتالي لن تخوض حرباً واسعة ومفتوحة، إدراكا منها أن الحرب ليست من أبواب الحكمة. فمعنى ذلك أنه هذه الدول بمجرد أن اقتربت، الدول ذات الرؤى والتوجهات التي كانت سابقا تقوم على أساس مرتكزات أيديولوجية، ألقت بالأيديولوجيات خلف ظهرها وأخذت بمبدأ المنفعة والمصالح المشتركة، ولذلك اقتربت إيران من السعودية. هذه هي خط الشروع التي ستؤسس إلى معادلة جديدة إقليمية. في العراق هناك انحسار لتأثير الخطاب الديني على الأطراف المتنازعة في العراق، سواء كانت السنية أو الشيعية، والتي غيبت دور النخب التي تؤمن بالثوابت العليا للدولة، التي تقدم المصلحة العليا للدولة، والتي ممكن أن تنقل المجتمع من مجتمع متخلف غير واعي، مجتمع يعاني من الأزمات، إلى مجتمع آمن ومستقر ومجتمع الرفاه التي تعتمد على أساس مبدأ المصالح. لأنه في السياسة الخارجية المصالح ترتقي إلى مستوى التقديس عندما يلتقي رئيس مع رئيس. الرئيس لهذه الدولة سين أو صاد هو يمثل المصالح العليا لبلده، والطرف الآخر يمثل المصالح العليا لبلده، فاللقاء بالأساس يكون لقاء مصالح، وعندما تحضر المصالح يحضر مبدأ المنفعة. لذلك في تقديري أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة ازدهار بسبب انحسار دور الأيديولوجيات والأخذ بمبدأ البراغماتية. وحتى على مستوى الصين، الصراع الروسي الصيني، شوف أوقف لك عند حادثة صارت قبل أيام في سوريا، وهذه راح ترجعنا إلى دور الأقاليم في النظم السياسية الحديثة في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بالنظام السياسي في العراق وفي سوريا. قوات قصد مدعومة ومسلحة ومدربة من قبل الولايات المتحدة تخضع إلى تحدي توازن إقليمي. القوة الساندة برا هي قوات دعم بري ودعم لوجستي من الجيش السوري، وسوريا هي حليفة لإيران وحليفة إلى روسيا. الجهد الجوي الساند في سوريا بتغطية كاملة روسي. تجي ضربة أمريكية لقيادة في داعش في منطقة قصد، من يؤمن الدعم اللوجستي هي سوريا، الجيش السوري. من يؤمن الكروس كفر، التغطية الرادارية لتنفيذ هذه الضربة الأمريكية، هم الروس، ومن ينفذ الضربة الأمريكان. بمعنى بات مسألة التقاء المصالح من أجل التمهيد لأرضية يحضر فيها المشترك الذي على أساسه ستتصالح المنطقة اقتصاديا فيما بينها وتعمل على مبدأ كسر الحدود، ولكن ليس بفواعل إرهابية وإنما بمؤثرات اقتصادية. يا دكتور، يعني